طيب لسه مكمل مع ابطال جريد 4 كونكت بلس 4، وهنا الكابسول نمبر 12، وتعالى نشوف الدكتوره سما. بيقول لي اور هارت ده هو اللي هو يعتبر ات، اللي هي والشي والات الفيرب في اخره ايه؟ هتبقى بامبس، بيضخ الدم حوالين جسمنا. هات اللي بعده. يلا يا ريماس. ذا فراج او افراج از سمولست، احنا قلنا الاي سي تي بتاخد ايه؟ ذا. يبقى افراج از ذا smallest vertebrate، يبقى أصغر حاجة من الثدييات أو من الفقريات. هات اللي بعده number 3. يلا يا مؤمن. scribes هياخد طبعا where. طب ما ينفعش ياخد R؟ قال لك لا، علشان ال ancient Egypt اللي هي مصر القديمة دي حاجة في الماضي، فأنا هاخد where ما باخدش R. هات اللي بعده. يلا يا رضوان ولا حمزة. حمزة there. انت لسه من شوية كنت قايل لي زي كلمة there. be flying cars in the future، استنين. الراجل هنا هم جاوب will، يبقى هو برضو مسائل بمين؟ هو مجاوب will، هيسأل بهاف؟ لا ها، هيسأل برضو بويل، يبقى الراجل مجاوب بويل، يبقى هيسأل بمين؟ بويل. تمام، خليك معايا. طب ليه انت اخترت will؟ علشان in the future معناها في المستقبل. ركز يا مؤمن. هات رضوان. البوكس، بوكس دي كتيرة. البوكس الكتيرة دي هتاخد ذي ولا ذيز ولا ذات ولا ذيز؟ طبعا كتيرة هتاخد ايه؟ بالظبط ذيز. برافو عليك، يبقى ذيز ده هي بتيجي مع الكتير. طب امتى ذات وذيز؟ لو انا عندي حاجة سنجلر مفرد. هات رماء. هات سما. هسأل بوير، وير بيجي مين بعديها؟ بيجي بعديها فعل مساعد اللي هو الهيلبنج فيرب دو، بعد كده الضمير اللي هو يو. where do you عاش، where do you live اين تعيش. هات رماس. عايز الروبوتس، الروبوتس اللي هي الروبوتات. تمام، هستخدم مين؟ لو عندي فعل مساعد بستخدمه اللي هو ام وايز وار وويل وكان وشال، يبقى ويل. بعد الفعل المساعد بستخدم فيرب زي ايت وبلاي ودرينك وفلاي وهيلب والكلام ده، يبقى ويل فلاي. يبقى هنا هو الروبوتات هيطيروا، هيطيروا ايه؟ انا خدت روبوتس وخدت ويل وخدت فلاي، هيطيروا مين؟ الاير بلينز، الاير بلينز الطيارات. ايه ده هيطيروا طيارات؟ امتى يا رماس؟ قال لك ان 2064، في 2064. تمام؟ مين اللي عليه الدور؟ مؤمن حظك حلو. فارمرز بيعملوا ايه؟ عايز الفيرب جرو. جرو مين؟ اونينز اند توميتوز. اونينز and tomatoes. عايش، الله ينور.